الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش مع الاتحاد النسائي العام، وذلك في ظل الرعاية الكريمة للوالدة الفاضلة أم الإمارات صاحبة السمو شيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله. إن هذا الاحتفال ما هو استجابة صادقة لما نحظى به وبحمد الله من سهامات كثيرة وإنجازات هائلة لسموها، هي قائدة حكيمة ذات رؤية مستنيرة لخدمة المجتمع والإنسان، لديها التزام قوي بتمكين المرأة وتحقيق النهضة النسائية على أكمل وجه.